مجدداً تغرق أرض جزيرة سقطرى بفعل الأعاصير، فمنذ شهور طويلة واسم هذه الجزيرة لا يغيب عن وسائل الإعلام بخلافات سياسية وكوارث طبيعية ممثلة بالأعاصير حالياً. فريق من قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة والطرق سيصل إلى سقطرى للمشاركة في تقييم الأضرار والبدء بإصلاح الطرق المتضررة، يقول وزير الأشغال والطرق معين عبد الملك. لكن مصادر في الجزيرة أكدت بأنه لم تتمكن حتى اللحظة أي طائرة من الوصول إلى الجزيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وانقطاع الاتصالات. الوزير أشار أيضا إلى أنه يجري إعادة فتح عدد من الطرق الداخلية بدعم من مكتب الإعمار السعودي بسقطرى، وتقييم الأضرار في عدة مقاطع من شبكة الطرق المتضررة بفعل السيول. السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قال إن فريقا سعوديا في سقطرى يعمل مع السلطات المحلية لمعالجة الأضرار الناجمة عن إعصار ميكونو، وأكد في صفحته على تويتر أن فريق إعادة الإعمار السعودي في سقطرى يساهم في إعادة فتح الطرقات ومساعدة المنكوبين تمهيداً لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها. وزير الثروة السمكية فهد كفاين أعلن عن ارتفاع المفقودين جراء الإعصار إلى 19 شخصاً، تم العثور على 5 جثث منها كما أفادت مصادر محلية، ويجري البحث عن البقية، فيما تم نقل نحو 1000 أسرة منكوبة جراء الإعصار إلى أماكن متفرقة بعيداً عن السواحل.